ولا ايش باش نقول لك، الاسعار في السماء، من القرد غالي، تبن غالي، العلبة غالية، عندهم الحق. مش نقادر خوي، لا يزي مريض، لا يزي ما يقدرش، والله ما عنديش فكر. اما انا اسمع مليون و 300، مليون و 500، مليون و 100، ما قلش اللي يقل قدك قد شبر، ما فيش هو 6-7 لطار 8 كيل، تبدل الوقت من كثرة ال ايش باش نقول لك، البلاد ما يخلوا فيها حتى شيء، غلطت الدنيا. كنا قبل لاباس، الزوال يعي توا، لا الزوال يموت، لا المسؤولين توا ممكن، اما قبل ذنوب زعما كان في السرقه، سرقوا البلاد وما خلوا حتى شيء، بينه وبين ربي تعبونا، فهمت؟ المعيشة باش تغلى، العلوش باش يغلى، وصلنا في عهد مهمل، القمح يتيش، نعمة ربي تتيش، موقف صحيح، باش يعاود نعاود معاه، خلي ربي ويا ليت يجيب الفلوس اللي هاربة، خلي البلاد تنهض، تكثر الخدمة والبطال يلقى ما يخدم ويلقى باش يزقيت هو وعائلته. توا ليه؟ متبيعة الحال، هو هكا ولا هكا جاية العلوش، علوشنا غالي، علوشنا ما فماش منه، أما غالي خويا، غالي. لمتى واحد فهمت؟ غالي في تونس، غالي خويا، الزوالي معاش خالت على حتى شيء، فهمت؟ تقدر انت زوالي باش ياخو سبادري باش يلبس ب 150 200، ما يقدرش، يقدر كان 10,000 20 لطارد باش يشري سبادري باش يخاطي بيه ساك فوق المليون ونص، باش ينجم يعيش هكاك وبرا، وشكون اللي يخدم يصور فيها لي دارات هذاكم وينابوا لي دارات وينابوا يسرقوا، تونسي عايش في الكريت يوريه اللي فرملي قداش يصور فوق المليون ونص، فما ويحترف حترف ناري في الرابطة كلها حترف موقوفين برشا على التبتيف على الرشو، تعليه جي بعد اخر عباد ربي بس تعدي تعطي 10,000 المكتوبة تعدي انت الاول وغيرك اللي جاي من الخمسة يعدي هو الاخر، سبيتاراتنا على الكنام بينه وبينك، الدواء تمشي ما تلقاش وقت الوزارة تقول لك فما دواء، عاملين في نمره 6 فارماسي متاع الفرمليات، اللي يدخل فارغ يخرج معبد، عليه يبيعوا فيه في تونس. بالنسبة لوزارة النقل هذاك حد ناس تطلع بلاش و 500 دينار، وشكون باش يطلع باش يقص تذكرة بدينار؟ 500 ويطلع مرسكي، كيفاش تحبوا النقل؟ ويطلع في النقل الريفي يخلص، ايش تقول لي انت؟ وزارة التربية ايش باش نقول لك؟ مشاكلها برشا، مشاكلها برشا، هاك تشوف تلميذة تضرب بروف موس تحل وجهه 17 سنة، أخلاق معدومة، مادام الزطلة موجودة في الليسيات مادام سي كان الحاكم يرجعها يستويها تولي ترجع، ولو خافوا
واللي عمل الحاجة يتحاسب. كنا كنشوف معلم جاي ما تلقى حد، ما تلقى حد في الكياس، كنا نكور في الكياس ما تلقى حد. توا ليه بروف، بروف قاري فهمت، ما يجيش قدره مع تلميذ ولا تلميذة، كيف وكيف التلميذ وتلميذة ما عاش معلمين. قبل كنا نقافوا فهمت، توا ليه توا المعلم يخلط روحه مع التلامذة، الأستاذ كيف كيف يظلي بزنس على التلميذة كيفاش تحب. البطالة كثرت، اللي قاري بصحته، اللي قرا بصحته، واللي ما قراش تك. اي هو جابهم لهم ربي سبحانه قيس سعيد، تكي تكي مش قاري شادك مدلسه البر.